هلو، كتسمعوني؟ هاي. بغيت نهضر معكم شوية. كشي علاش درت هاد اللايف هذا؟ كاين شي حوايج خاصني نوضحهم و خاصني نقولهم لكم. اوكي، سو باش 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 نبدا بلا ما نبقى نطول بلا ما نبدا نزيكزاك. المهم اسيادي، كلكم كتعرفوني انني انا كنت خدامه مع واحد السيد، وكنت من نهار بديت لا كارير وداكشي كنت دايره واحد الثقه وشحال من حاجه دا 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 دا. باش حبست كنت وصلت لواحد النيفو اللي ما بقيتش قاده على داكشي، ما بقيتش قاده على داك التعامل، ما بقيتش قاده على داك العيشه، ما بقيتش قاده على حتى شي حاجه. بيني وبين راسي مرضت، بيني وبين نفسيتي مرضات. بزاف الحوايج اللي تعنكشوا، بزاف الحوايج حتى مع عائلتي. صوب بسبب داك الشيء دخلت في واحد المهم، مرضت بزاف حيت جاوني واحد الصدمات اللي ما قدرتش نتحمل. انا بنادم كنتي كتكون معاه ديما، كنتي كتاكل معاه، كنتي شحال من حاجه في الاخر كي كتلقاه باللي غنقولبك ولا باللي غواخدك كبروجي ولا بشي حاجه استغلال، كيبقى فيك الحال. المهم باش نقول لكم هاد البروجي ان شاء الله اللي غادي نحط اليوم انسحب، وهو ساشون كو شحال من تراكات حاطه وشحال من دي بروجي حاطه وشحال من حاجه خدمت عليها، ولكن هاد لو بروجي سبيسيال بالنسبه ليا. علاش؟ حيت اول بروجي كنحس براسي كنحس بحال اول بروجي في لا كارير ديالي، اول بروجي اللي انا اللي كيفاش بغيت داكشي درتو، اللي انا يا التراك بغيتو كيف ما بغيتو حطيتو، داك الفيلينغ اللي عندي بغيتو يوصل لكم هو اللي درت. هادي شحال لا هادي شحال عاتي بسايكو، راه ما يمكنش بسايكو. كان كيتفرض عليها شنو دير، كان كيتفرض عليها شنو تقول في التراكات، كان كيتفرض عليها كيفاش تتعامل مع بنادم، كان كيتفرض عليها انها ما تهضرش مع حتى شي حد، كان كيتفرض عليها احماق. كنت محبوسه، كنت مربوطه، كنت بحال هكا شحال من حاجه ما كنت كنديرها. ولقيت باللي ملي ما بقيتش مع داك السيد، لقيت باللي المهم كلكم كتعرفوا على من كنهضر، اوف كورس نيغو. ملي ما بقيتش مع داك السيد لقيت باللي شحال من حاجه تمسحات فيا انا، لايك بنادم كيسحب له انا اللي خايبه صورتي توسخات مع شحال من واحد، شحال من ارتست كنتلاقى به كنسمع شي هضره اللي كتصدمني على داك السيد ولا عليا انا، اللي انا ما فياش كاع داك الشيء. ملي اللي كنجلسوا نهضروا كيقول لك احقا انا راه عرفت داك السيد نصاب وهادي وهادي وهادي، لايك غير انا بوحدي العالم كامل كنعرف داك الشيء، غير انا بوحديتي اللي ما كنتش عارفه ان داك السيد راه كينصب عليا. لقيت خسر ليا صورتي مع عائلتي، خسر ليا صورتي مع عائلتي، تخيلوا مع عائلتي، خسر ليا صورتي مع لي زارتيست، مع بنادم ديال الموسيقى، صب عليا فلوس، خرج عليا في صحتي، خرج عليا في النفسيه ديالي، خرج عليا في كل شيء. ايماجين نقول لكم واحد الحاجه وهذه ما عمري ما قلتها على البلان باش تهرست في نيفي. كنت انا وياه، وكان جا داك الدري بس عليا وتحرش بيا وداكشي، وباقي صغير قلت له سير فحالك لداركم. داك خونا مشى هي باش جا هو وصحابو وداكشي، هي فاش انا يا تضربت في نيفي، داك خونا فين كان؟ لايك فين كان؟ انا حدي الان هذيك اللعيبه باقا كنتفكرها حتى دابا. تخيلوا كنكون ناعسه حتى كنفق مخلوعه، ولا كنفق فيا الدم في نيفي، ولا لايك داكشي باقي مأثر عليا حتى دابا. المهم
من واحد ناحيه اخرى اللي بغيت نقول لكم وانني انا مريضه. انا عندي مرض مزمن، هذا المرض المزمن ديالي هو اللي كيخليني نتصرف بواحد التصرفات وما كت ما كت ما كت اغلبيه ما فهمونيش. مثلا ملي كندير شي ستوري كنضحك، ولا ملي كندير شي ستوري حمقى، ولا ما عرفتش راه ماشي حيتاش انا يا ما قال لي يا راسي، ولا بصح حمقى انا واش فهمت لايك اللي كيعرف اللي كيعرف هو انني انا يا عندي لاسكيزوفرين. واللي ما كيعرفش هذا المرض يدخل يقلب عليه يفهم شويه، يعرف شنو كيطرى داك الانسان اللي كيكون عنده هذا المرض وهادو هادي. هاد لاسكيزوفرين انا حدي الان باقا متبعه مع طبيب ومتبعه مع بسيكولوج، وكناخذ متبعه التريتمون ديالي. و اد سيم تايم عندي واحد لا ديبرسيون، عندي واحد لا ديبرسيون حاده. لا ديبرسيون دخلت فيها شوكاوني بزاف ديال الناس اللي عرفتهم في حياتي، شوكيت حيت ما فهمتش كيفاش كاين واحد الناس اللي كتعطيهم كل شيء وكيغدروك. وليت ما بقيتش كنقدر نثق في حتى شي حد، وليت كنخاف من الناس، وليت ما كنبقى نسمع شي اصوات. بعد مرات كنبقى نتهيئ ليا شي حوايج، كيبقاو شحال من حاجه لايك بصح كنعاني. وملي تشوفوا عافاكم شي ستوري ولا شي حاجه، دونك بلا ما تقولوا هذه راه كدير هكا يا بلعاني ولا حامضه ولا لايك وات ايفر، ما تشوفوش مثلا اي واحد كيضحك في لي ستوري ولا اي واحد كيبين واحد الوجه راه هو بصح هكاك. خاصكم تعرفوا، خاصكم تعرفوا بنادم الداخل ديالو كيفاش داير، وخاصكم تعرفوا بنادم شنو عاش، شنو دوز، شنو داكشي اللي عاش باش خلاه فحال هكاك. انا عندي هاد المرض، انا عايش به في حياتي، انا عايش به افي ماشي مشكل. ولكن تخيلوا كنت مام، كنت حتى المرض ديالي بنادم كان كي كيشدني منه لايك بنادم كان كي لايك بنادم كيشدك من داكشي اللي نتايا دخلي في الموضوع. ما من الصباح وانا في الموضوع هاد السيد هذا نصب عليا في فلوس، نصب عليا في صحتي، نصب عليا في حياتي لايك 4 سنين. ما كنتش عارفه راسي مرجلية، ما كنتش عارفه راسي انا شكون، ما كنتش عارفه، ما كانتش الغولاسيون ديالي مع عائلتي مزيانه، ما كانت حتى شي حاجه مزيانه في حياتي، ما كانت حتى شي حاجه مزيانه. انا دابا علاش كنعاود لكم هادشي، حيت بغيتكم تفهموا وتعرفوا شنو كيعني لي هاد البروجي اللي غادي نحط اليوم. حيت اول بروجي غادي ندير فيه داكشي انا اللي باغا، ماشي شي حد فرض عليا شنو نحط، ماشي شي حد. مثلا تخيلوا كنت كنكون حاطه واحد الاغنيه وحاطه داكشي كامل، كيجي لا خاصك ديري هاد الكلمه، لا خاصك تحيدي هادي ديري هادي. انا كنكون دايره داكشي باحساس. مثلا ملي كندير شي اغنيه راه كنبغيكم تفهموا. مثلا شي حد اللي ما قادرش انه يعبر على ديك الحاله اللي كيعيش، انا كنبغي انا نجيب الاغنيه ديالي ونعاود داكشي اللي ما قادرش شحال من واحد يقولوا. دونك باش كيجي شي حد كيفرض عليك تقول شي حاجه، ما كتبقاش تغني داكشي باحساس، ما كتبقاش نتوما ما تقدروش تفهموني، ما كيبقاش بنادم يفهم. سو باش تفرض عليا داكشي عشت فواحد الضغط خايب بزاف. كيما قلت لكم مع المرض ديالي راه ما يمكنش، راه كنت غادي نحماق. وفي واحد لا بيريود وصلت لها اكثر في هذا الكونفينمون، راه ما يمكنش وصلت لواحد لا بيريود اللي انا عارفه هذا الشيء ما خاصنيش نقوله زعما وداكشي، وما كنصح به حتى شي واحد. ولكن راه وصلت واحد المرحله اللي بقيت كنفكر ان الانتحار هو الحل. حيتاش ما تشرب بزاف ما بين الناس مثلا اللي غدروا لي بوشره اللي كتعرفوها بوالافي.
هذيك الانسانه انا ما فهمت كيفاش بنادم كدير معاه الخير، كيفاش بنادم كتعاون وما كيكون كيعرفو حتى شي واحد وانت كدير داكشي غير كانه علاش انا ما عاوني حتى شي واحد، تقول نعاون شي حد اخر ماشي بالضروري هو يتقاتل بوحديتو داكشي، انا الا ما لقيت حتى شي واحد هو يلقى. هادشي اللي كنت كنقول لكم ديما، زد عليها زد عليها. بغيت نقول لكم زد عليها هاد بشرى باش كنت كنقرا لي كومونتير ديالكم، داكشي علاش كنحبس من هنا الفوق بغينا بروجيات يكون خارج من قلبك وحتى فيهم داكشي اللي في قلبك وضروري غادي يوصل للقلب، وحنا واخا مدلو حتى العباره معاك. شكرا بزاف 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 كيكم داك النهار اللي تحط فيه داك لو بروجي الكوفر ديال ولافي، انا كانت عندي اوبيراسيون اللي كنت تضربت في نيفي وكنت درت لوبيراسيون درتها غير العظم، هاد العظم هذا كان تهرس سو درت اوبيراسيون العظم رجعناه بلاصتو، داكشي ماشي اوبيراسيون فينال، باقي خاصني نمشي عند الطبيب عاوتاني باش يقاد ليا نيفي، وحيتاش هاد لابارتي هادي كتبقى تسد ليا مابقاش نتنفس مزيان، وباش كنكون ناعسه الا ما كانتش حاله فمي كنتخنق، دونك بعض المرات الا سد ليا نيفي كنتخنق خاصني نفس من فمي بزاف. داك النهاريات اللي عندي انا لوبيراسيون انا مريضه الموت الموت كنموت تخيلوا كنموت، وكتمشي كتلقى بنادم يلا خرجوا من لوبيراسيون كيجي كيقولوا لي احقا راه اختنا مشات للستوديو اللي انايا كنت خدامه فيه، وانا حاطه لانستروي باسي في داك الستوديو، وداك لانستروي اوريجينال ديال لي لايك اوريجينال ما انت شي واحد اوريجينال. مشيت خدمت على داك مشات هزات داك لانستروي، ما خدات لا بيرميسيون ديالي، ما خدات حتى شي حاجه، خدمت على داك البروجي ولا حتو لايك انا بقى في السبيطار لايك انا في السبيطار وبنادم شوف شنو عرفتش كيقول لك ملي كطيح البقره ما عرفتش شنو كيكثروا جناوه ولا ما نعرف شنو هو، ولكن راه حشومه. تخيلوا ما كندخل اليوتيوب ما كنلقى لي راه اختنا لا سميتي ما دايره حتى شي حاجه، ما دايره والو لايك ما دايره حتى شي حاجه، ما دايره لا سميتي لا بسايكو كوين كوفر باي بسايكو كوين لا ميرسي لا شي حاجه، لا حتى شي حاجه ما دايراش كاع. ملي نت انا كنسينيالي في داك لا فيديو هادي رجع داك لا فيديو حيت بغيت ناخذ غير حيت ما واخداش خدنا لا بيرميسيون ديالي، كتخرج في لي زانترفيو مع شنو كتقول لهم انايا معاها انت اختي ما مزيانش معايا اختي، خدرتي فيا انت صرفت فيك الخير صرفتي فيا الخايب، شحال من واحد صرف فيا الخايب ودخلت في ديبرسيون خايبه حيت هذا الشيء ما قدرتش عليه. يبان لكم الموسيقى الدومين ديال الموسيقى يبان لكم ايزي، بنادم كيخدم موسيقى كيحط في يوتيوب واو الحياه زوينه، ولا راه ماشي بحال هكا في مره، العكس ماشي بحال هكا في مره، داكشي صعيب بزاف وقاصح بزاف والله. وين بغيتكم تفهموا ان هذا البروجي اللي غادي نحط اليوم هو بحال بدايه ديالي، حيت درتو بكاع الحب وبكاع الحب والناس اللي خدمت معاهم ناس ما معروفينش، كنبغي نقول لهم من هذا المنبر شكرا بزاف، علاش حيت ثقوا فيا كيما انايا كنت مخلوقه مخلوعه نثق في شي حد ثقت فيهم، حيت هما ولاد الناس من الاخر ماشي بحال ولاد الحرام باش كتلاقاهم. هادشي شويه من بزاف، وتخيلوا بكثرت ما عندي داكشي في راسي ما عرفتش شنو نقول لكم، ما عرفتش بالضبط شنو نشرح لكم، ولا جينا نهضروا في هادشي راه ما غاديش نساليو عشان 4 سنين راه دازت عليا جحيم، راه تخيلوا دازت عليا جحيم بقى انا حتى الان كنتعالج من شحال من صدمه اللي دخلوني في ديبرسيون حاد بزاف، والله ملي تشوفوني كندير لكم شي فيديو كنضحك ولا هادي ولا هادي ولا هادي، راه
ما عمركم غتعرفوا انسايد مي بصح شنو كاين انسايد مي. انا كوثر ملي كنكون بوحديتي شنو كنعيش كيفاش بيني وبراسي كنحس وداك الشيء ما غاديش تحسوا بيا. الحاجه الوحيده اللي كنقدر نشرح لكم داك الشيء اللي كنحس به هو الاغاني اللي غادي نخرج لكم. هما اغاني اللي غادي نخرج لكم. وكنتمنى هاد الهضره تكونوا فهمتوها وتكون ما جاتش ثقيله على قلبكم، حيت كان خاصني ضروري نهضر معاكم ونقول لكم هشنو 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 باش تعرفوا بسايكو كوين راها واحد الانسانه اللي ولات دابا اندبندنت ولات كتخدم بوحدها، حيت الناس كاع اللي خدمت معاها مستغلوها من الاخر، استغلوني حيت ما استغلوش داك الثقه اللي عطيتهم. وانا معايا دابا ناس اللي جداد، بدلت لونسوغاج ديالي، بدلت شحال من حاجه، غدا في التريتمون ديالي الحمد لله شويه بشويه. اوف ما كرهناش نحط لكم بزاف ديال الاغاني ونوصل لكم داكشي اللي باغا اللي في قلبي اللي هنا. عارفه شحال من واحد عنده شحال من حاجه في قلبه ما قادرش يوصلها، سو باي طريقه ما كرهتش نعاونكم واخا غير باغنيه باش تعرفوا راه ماشي بوحدكم، وماشي غير انت اللي حاس بداك الاحساس، ولا ماشي غير انت اللي مثلا عندك واحد الفير في حياتك، ولا عندك واحد الخوف، ولا عندك واحد العقبه اللي ما قادرش تدوزها، ولا عندك مشاكل، ولا الدار غدرك شي صاحبك، ولا درتي شحال من حاجه. نشوف شنو هي هادي؟ لا نسي هادي، دا شوفي البلان بلي جاي مقارنة جا دارك بزاف. اوكي صافي سير نسي نسي جزون، ولكن جاك حل بزاف. لا 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 ما عجبنيش. لا هي لا تفهمت. اوكي حاجة قايمة هذيك. المهم لي نقول لكم واحد الحاجه، ما تيقوش 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 في مره الثقه اللي غديرها شي واحد ديرها في راسك، ديرها في راسك سمعتوا، الثقه ديرها في راسك. حيتاج باش كي كيقولوا كات طايح بك الدنيا، ولا كيبقاو عليك غير الحيوط، راه كتلقى راسك غير انت وراسك، حتى شي حد معاك انت وبوحدك، حتى شي حد ما كيصوني لك يقول لك الو واش لاباس عليك، حتى شي حد ما كيقول لك الو فين وصلتي، حتى شي حد ما كيقول لك باش كتحس، ولا حتى شي واحد ما كيهز معاك ولا ما كيحس بداك الالم اللي انت حاس به داك الساعه. سو ثق في راسك ثق في راسك ثق في راسك ثق في راسك، ودير شي هدف في حياتك وحاول توصل ليه باش ما كان، ما تقولش انا ما نقدرش حيتاش، ولا انا ما نقدرش حيتاش كاين انا في هادي، ولا انا ما نقدرش حيتاش هذاك، ولا ما تشوفش، شوف راسك، شوف راسك، الثقه ديرها في راسك، الثقه ديرها في راسك، الثقه ديرها في راسك. ما كايناش الثقه، ما كايناش، كلشي كيقول لك كلشي كيعرف يهضر، الله كلشي كيعرف يهضر، كلشي كيعرف يقول زوين. انا لا بغيت نصبغك وبغيت نقول لك داكشي زوين، راه لسان ما فيه هضم، نقدر نبقى نوعدك بشحال من حاجه، نقدر نبقى نقول لك انا غندير ليك وغنفعل ليك، وانت يا هو ما نعرف شكون، وانت كتبان ليا في الدنيا ما نعرف شنو هادي وهادي، حتى غتبقى تقول واو هاد الانسان بصح كيبغيني، ولا يقول لك اخويا ما هكا هكا لا هكا، نهار بصح ما يكونش عندك، ولا نهار بصح غادي تطيح بوحدك، ولا نهار بصح غتكون بوحدك، ما غاديش يعقل عليك، غتشوف واحد الوجه اخر، حيت ملي غادي تجي تهضر غير يقول لك واخا انا نعيط لك ما تجي حتى ما يعقل عليك من غير والديك. سو عجبني الحال هضرت معاكم، وبغيتكم تقبلوني كيف ما انا، لايك تقبلوني انني مريضه، ولا عندي لا سكيزوفرين، ولا ما عنديش، كنبقى انا هي اللي كتعرفوني. ومن دابا ان شاء الله القدام هذاك الشيء اللي في القلب هو اللي غادي يوصلكم، وداك الشيء اللي باغا انا اللي كيفاش كنحس به بغيتكم نتوما تفهموه، هو كيفاش غادي نحط لكم داك الشيء. وكنتمنى يعجبكم هذا الشيء، كنتمنى يعجبكم هذا الشيء، حيت بصح
درته بكاع الحب، درته بكاع الحب، وكنبغي نقول شكرا بزاف للطيب حيت عاوني بزاف في هذا لو بروجي هذا. واحد الدري اللي موهوب ولا يعمر هذا، ولد الناس مربي، والخدمه خدمه. كنبغي نقول له بزاف شكرا حيت فهمتيني، وحيت حاجه واعره، حيت تلاقيتك ام سو براود وام سو هابي، حيت كاينين باقيين ولاد الناس. مهم انا كنبغي لكم بزاف، وبغيتكم تقبلوني كيف ما انا، وبغيتكم توليو عارفين هذاك الشيء اللي طرا ليا. وغنخلي لكم اللايف شويه باش تفهموا الناس اللي ما شافوش اللايف يشوفوا شويه ويعرفوا بسايكو كي ولات وعليا بسايكو ديال دابا. صوب كنبغيكم بزاف بزاف. غادي نحط لكم دابا شويه الكليب، كنحط لكم دابا شويه الكليب، قولوا لي كيفاش جاكم، اي نيد يور فيدباك، كنحماق عليكم بزاف.